أهلا بكم أصدقائي مجددا في درس آخر من دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية. درسنا اليوم يتعلق ب les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux أو قد ما نسميه باللغة العربية الأفعال الضميرية. فما هي les verbes pronominaux؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس. قبل الشروع في الدرس أقترح عليكم بعض الأمثلة التي تتضمن بعض الأفعال الضميرية des verbes pronominaux. Je me lave les mains. Je me lave les mains. أغسل يدي. Tu te lèves trop tôt. Tu te lèves trop tôt. أنت تستيقظ مبكرا جدا. Il se promène en ville. Il se promène en ville. هو يتجول في المدينة. Nous nous sommes rencontrés hier. Nous nous sommes rencontrés hier. التقينا البارحة. نحن التقينا البارحة. Ces deux frères se battent souvent. Ces deux frères se battent souvent. يتعارك هذان الأخوان سي دو فرير يتعاركان غالبا سوفون. إذن كما تلاحظون في هذه الأمثلة هناك مجموعة من الأفعال الضميرية. ما هي الأفعال الضميرية ولماذا تستعمل؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس. نبدأ أول أصدقائي بتعريف les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, l'afaal ad-damiriya. Les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi. أول شيء أصدقائي يجب أن تتذكروا هو أن les verbes pronominaux, l'afaal ad-damiriya, هي تلك الأفعال sont les verbes qui se conjuguent, التي تصرف avec un pronom réfléchi, مع ضمير منعكس. Me, se, te, nous, التي رأيتموها في الأمثلة هي ضمائر منعكسة. Des pronoms réfléchis. وفي هذا التعريف نفسه هناك فعل صرف مع ضمير منعكس وهو se conjuguer. Les verbes qui se conjuguent. الأفعال التي تصرف. De la même personne que le sujet. De la même personne que le sujet. هذا الضمير المنعكس. Ce pronom réfléchi يكون نفس الشخص كما هو الشأن بالنسبة للفاعل. وللتوضيح أكثر لدينا les pronoms réfléchis هي me, te, se, nous, vous. Me تستعمل مع الضمير الشخصي je, te تستعمل مع الضمير الشخصي tu, se تستعمل مع الضمير الشخصي il أو elle سواء في المفرد أو الجمع. Nous مع الضمير الشخصي nous و vous مع الضمير الشخصي أنتم vous. وأقدم لكم أمثلة أكثر للتوضيح. Example: Je me lave. أنا أستحم. أنا أستحم. Le verbe se laver وهو verbe pronominal فعل ضميري. Tu te demandes. Tu te demandes. أنت تتساءل. Tu te demandes. Il se trompe. Il se trompe. أخطأ. Nous nous réjouissons. نحن سعداء. Vous vous dites. Vous vous dites. Il se rencontre. Il se rencontre. هم التقوا. التقوا ببعضهم. إذن باختصار أصدقائي les verbes pronominaux هي تلك الأفعال التي تصرف مع un pronom réfléchi ضمير منعكس. هذا الضمير يجب أن يتوافق مع الفاعل. مع je أستعمل me, مع tu أستعمل te, مع il أستعمل se, مع nous أستعمل nous, مع vous نستعمل vous, ومع il أو elle في الجمع نستعمل se. لكن انتباه أصدقائي attention. في هذه العبارة مثلا dans Elle nous demande. هي تطلب منا. Elle nous demande. Demander, le verbe demander,
n'est pas à la voix pronominale. عندما نقول لا فوا برونومينال يعني ان الفعل المصرف هو فيرب برونومينال نو ني با ا لا ميم بيرسون ك لو سوجي الضمير نو ليس هو نفس الشخص الذي يعود عليه الفاعل لو سوجي لدينا ال ولدينا نو هنا الامر لا يتعلق بلا فوا برونومينال هنا ليس لدينا فعل ضميري ان فيرب برونومينال Ce n'est pas un pronom réfléchi. Idan huna nu laysa damir munakis. Ce n'est pas un pronom réfléchi, mais un pronom personnel complément d'objet direct. Bel huwa damir shakhsi mukammil yal'ab dawr maf'ul bih mubashir. Al-jumla taqul an nu demande, hiya tatlubu minna aw hiya tas'aluna. Idan nu allati ta'ud 'ala nahn fa nahn mujarrad maf'ul bih mubashir. وليس ضمير منعكس هذا المفعول به مباشر أو هذا الضمير الشخصي المكمل الذي يلعب دور مفعول به مباشر placé avant le verbe وضعناه قبل الفعل لأن هذا هو مكانه الطبيعي وللبحث أكثر والتعرف أكثر على le pronom personnel complément أدعوكم لزيارة هذا الرابط فقد خصصنا درس كامل للe pronom personnel complément الذي يلعب دور complément d'objet direct إذن بالنسبة لهذه الملاحظة باختصار عندما يكون لدينا ضمير قبل الفعل كما رأينا في هذه الحالة فيجب أن نتحقق أولا ما إذا كان ضمير منعكس أو ضمير آخر حتى نستطيع القول بأن الفعل هو فعل ضميري في هذا الجزء من الدرس سنتعرف أصدقائي على les différents types de verbes pronominaux les différents types de verbes pronominaux أي مختلف أنواع الأفعال الضميرية الأفعال الضميرية في اللغة الفرنسية تنقسم إلى نوعين لدينا في النوع الأول les verbes essentiellement pronominaux les verbes essentiellement pronominaux أي الأفعال التي هي أساسا ضميرية والنوع الثاني وهو les verbes accidentellement pronominaux les verbes accidentellement pronominaux الأفعال التي ليست هي أساسا ضميرية أو الأفعال التي هي ضميرية بالصدفة وهذا النوع الثاني ينقسم إلى أربعة أنواع les verbes pronominaux réfléchis les verbes pronominaux réciproques les verbes pronominaux passifs و les verbes subjectifs ou irréfléchis تسمى إما سوبجيكتيف أو إغفليشي لا داعي للقلق أصدقائي سأشرح كل هذه الأنواع بالتفصيل مدعومة ببعض الأمثلة نبدأ أولا مع النوع الأول وهو les verbes essentiellement pronominaux les verbes essentiellement pronominaux الأفعال التي هي بالأساس ضميرية Le verbe essentiellement pronominal est ainsi nommé parce qu'il n'existe que sous cette forme pronominale. الفعل الذي هو أساسا ضميري est ainsi nommé سمي هكذا parce qu'il n'existe لأنه لا يوجد إلا parce qu'il n'existe que sous cette forme pronominale. لأنه لا يوجد إلا تحت هذا الشكل الضميري. يعني أنه دائما يكون في الشكل الضميري يعني دائما يرافقه le pronom réfléchi الضمير المنعكس dans ce cas في هذه الحالة l'action du verbe s'exerce sur le sujet lui-même l'action du verbe s'exerce sur le sujet lui-même أثر الفعل أو الحدث الذي يسببه الفعل يتحمله الفاعل نفسه يعني الفعل أو الحدث يتحمله يقع على الفاعل نفسه sur le sujet lui-même وقدم لكم بعض الأمثلة Les prisonniers se sont évadés du commissariat Les prisonniers se sont évadés du commissariat هرب السجناء من مركز الشرطة Les prisonniers se sont évadés du commissariat الفعل الضميري المصرف هنا هو سيفادي وهو من الأفعال التي هي بالأساس أفعال ضميرية أي نجدها فقط في الشكل الضميري à la forme pronominale
الحدث هنا أو الفعل هنا وقع للفاعل من فر فر السجناء مثال آخر elle s'est souvenue de cet homme elle s'est souvenue de cet homme تذكرت هذا الرجل هنا الفعل المصرف هو se souvenir وهو من الأفعال التي هي بالأساس أفعال ضميرية des verbes essentiellement pronominaux أي دائما تكون في الشكل الضميري من تذكر هي الحدث يقع عليها هي elle s'est souvenue de cet homme وأقدم لكم لائحة لبعض الأفعال الضميرية التي تستعمل فقط في الشكل الضميري هذه اللائحة تتضمن فقط الأفعال التي تستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية ننتقل الآن إلى النوع الثاني وهو les verbes accidentellement pronominaux les verbes accidentellement pronominaux الأفعال التي هي صدفة بشكل عرضي هي أفعال ضميرية on appelle verbe occasionnellement pronominal un verbe employé à la voix pronominale mais aussi dans des constructions non pronominales نسمي فعل عرضا ضميري un verbe employé à la voix pronominale هو فعل يستعمل في الشكل الضميري la voix pronominale mais aussi ولكن كذلك dans des constructions non pronominales وكذلك في بنيات غير ضميرية يعني يمكن أن نستعمله في الشكل الضميري à la voix pronominale كما يمكن أن نستعمله في شكله العادي كباقي الأفعال بدون ضمير منعكس sans pronom réfléchi وقلنا أن هذا النوع ينقسم إلى أربعة أنواع لدينا les verbes pronominaux réfléchis les verbes pronominaux réciproques les verbes pronominaux passifs ou les verbes subjectifs ou irréfléchis تسمى les verbes subjectifs ou تسمى كذلك les verbes irréfléchis بالنسبة للنوع الأول les verbes pronominaux réfléchis Le sujet subit l'action qu'elle effectue. Le sujet subit l'action qu'elle effectue. أي أن الفعل يقع على الفاعل. أي أن ما يقوم به الفاعل يقوم به على نفسه. مثلا أقول La reine se regarde dans le miroir. La reine se regarde dans le miroir. أي أن الملكة ترى نفسها في المرآة. هنا لدينا الفعل المصرف هو se regarder وهو من الأفعال التي هي عرضا صدفة accidentellement pronominal أي نوع من الأفعال التي هي عرضا ضميرية هو verbe pronominal réfléchi هنا réfléchi أي منعكس أي أن الفعل الذي يقوم به الفاعل ينعكس عليه لذلك سمي verbe pronominal réfléchi منعكس Je m'habitue à cette nouvelle organisation Je m'habitue à cette nouvelle organisation عودت نفسي على هذا التنظيم الجديد Je m'habitue à cette nouvelle organisation هنا الفعل المصرف هو s'habituer وهو من الأفعال التي هي عرضا pronominaux لماذا؟ لأنه يمكن أن نستعمل الفعل habitué لوحده بدون ضمير منعكس كما يمكن أن نستعمل هذا الفعل في الشكل الضميري à la voix pronominale عودت نفسي إذن هو verbe pronominal réfléchi منعكس ينعكس على الفاعل عودت نفسي أنا à cette nouvelle organisation على هذا التنظيم الجديد النوع الثاني أصدقائي من الأفعال التي هي عرضا ضميرية les verbes accidentellement pronominaux وهو les verbes pronominaux réciproques نقصد ب réciproque أي متبادل في هذا النوع les sujets subissent une interaction les sujets subissent une interaction في هذا النوع الفاعلين يخضعون إلى تفاعل يتفاعلون بينهم مثلا أقول ils s'écrivent toutes les semaines ils s'écrivent toutes les semaines
أي يكتبون لبعضهم البعض كل أسبوع. مثلا الشخص A والشخص B يتراسلون بينهم. A يكتب لB وB يكتب لA. إذن هناك تفاعل, une interaction. لهذا يسمى هذا الفعل s'écrire, verbe pronominal réciproque, متبادل. أي أن الحدث أو الفعل هو فعل متبادل. Ils s'écrivent, يتراسلون بينهم أو يكتبون لبعضهم البعض كل أسبوع. مثال آخر, روميو et Juliette se cherchaient sur la plage. كان روميو وجولييت يبحثون عن بعضهم البعض. Se cherchaient, يبحثون عن بعضهم البعض sur la plage, على الشاطئ. إذن هنا كذلك الفعل se chercher هو verbe pronominal réciproque. لماذا؟ لأن الفعل أو الحدث تبادلي. روميو يبحث عن جولييت وكذلك جولييت في نفس الوقت تبحث عن روميو. مثال آخر, les garçons se sont disputés bruyamment. Les garçons se sont disputés bruyamment. تشجر الأولاد بصوت مرتفع. هنا الأمر لا يقتصر فقط على شخصين, يمكن أن يكون عدة أشخاص. كما ترون هنا les garçons يمكن أن يكون ولدين, ثلاث أولاد, أربعة أولاد فما فوق. إذن عندما نتكلم عن verbe pronominal réciproque ليس فقط شخصين, يمكن أن يكون هناك مجموعة من الفاعلين. كما نرى في هذا المثال les garçons الأولاد, تشاجر الأولاد بينهم بصوت مرتفع. إذن النوع الثاني هو الأفعال الضميرية التي يكون فيها هناك تفاعل أو يكون فيها تبادل ما بين مجموعة من الفاعلين. النوع الثالث وهو les verbes pronominaux passifs. Les verbes pronominaux passifs. Passif يعني سلبي أو غير فعال, ويكون الفعل ضميري سلبي عندما يكون le sujet subit l'action sans l'accomplir lui-même. Le sujet subit l'action sans l'accomplir lui-même. وهو عندما يخضع الفاعل للفعل. Le sujet subit l'action عندما يخضع الفاعل للفعل, لكن هذا الفعل لا يقوم به الفاعل, يقوم به شخص آخر. مثلا أقول les voitures se vendent bien. Les voitures se vendent bien. تباع السيارة بشكل جيد. هنا لدينا الفاعل يخضع للفعل. تباع السيارات بشكل جيد. هنا الفاعل يخضع للفعل. ما الذي يباع؟ تباع السيارات. ومن قام بالفعل؟ شخص آخر غير الفاعل الموجود في الجملة. إذن هنا نقول verbe pronominal passif. Verbe pronominal passif. فعل ضميري سلبي أو غير فعال, لأن الفاعل لا يقوم بالفعل بينما يخضع أو يتحمل الحدث أو الفعل. مثال آخر, cette leçon se comprend bien. Cette leçon se comprend bien. يفهم هذا الدرس بشكل جيد أو فهم هذا الدرس بشكل جيد. إذن الفاعل يخضع للفعل. ما الذي فهم؟ فهم الدرس. لكن هل هو الذي قام بالفعل؟ هل الدرس هو من قام بإفهام نفسه؟ لا. إذن هنا الفعل ضميري سلبي. Se comprendre, verbe pronominal passif. وننتقل إلى النوع الأخير من الأفعال التي هي عرضا صدفة accidentellement pronominaux. هذا النوع هو les verbes pronominaux subjectifs ou réfléchi. Le sujet ne subit pas l'action qu'il effectue. الفاعل لا يخضع للحدث الذي قام به. Ces verbes sont souvent suivis d'une préposition. هذه الأفعال تكون غالبا متبوعة بحرف جر. Une préposition. مثلا أقول Marc se moque de son frère. Marc se moque de son frère. يسخر مارك من أخيه. هنا الفاعل لا يخضع للفعل الذي يقوم به, والفعل الضميري يتبعه حرف جر وهو de. يسمى هذا الفعل verbe pronominal subjectif ou réfléchi.
مثال آخر جمال سودوت دو كيلكو شوز جمال سودوت دو كيلكو شوز أي أن جمال يشك في شيء ما جمال سودوت دو كيلكو شوز هل جمال يشك في نفسه؟ لا جمال يشك في شيء ما إذن جمال لا يخضع للفعل إذن هذا الفعل هو verb pronominal subjectif نقصد بسubjectif ذاتي أو irréfléchi أو غير منعكس كما تلاحظون هذه الأفعال غير منعكسة على الفاعل أقدم لكم بعض الأفعال الغير منعكسة التي تستعمل كثيرا يمكن أن تدونوها عندكم إذا أصدقائي كتلخيص لهذا الدرس الأفعال الضميرية لفيرب برونومينو هي التي تصرف مع ضمير منعكس أن برونو ريفليشي هذا الضمير المنعكس هو إما م ت س نو أو فو تنقسم الأفعال الضميرية إلى نوعين النوع الأول هو لفيرب إسانسيالمون برونومينو الأفعال التي هي بالأساس ضميرية وهي الأفعال الضميرية التي تكون دائما ضميرية ولدينا كذلك les verbes accidentellement pronominaux الأفعال التي هي عرضا صدفة هي ضميرية وتنقسم إلى أربعة أنواع les verbes pronominaux réfléchis منعكسة les verbes pronominaux réciproques تبادلية les verbes pronominaux passifs سلبية أو غير فعالة les verbes subjectifs ou réfléchis ذاتية أو غير منعكسة إلى هنا أصدقائي قد انتهى هذا الدرس أتمنى كثيرا كثيرا أن تكونوا قد استفدتم إلى الدرس القادم وإلى اللقاء